على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار، نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية، عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من إعداد وتقديم محمد القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج رموز وأفكار عبر أثير جامعة الخرطوم، صوت العلم والمعرفة على الموجة FM 93.3. نواصل فيها من قطعة من الحديث مع البروفيسور عبد الغفار محمد أحمد، أستاذ علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية والخبير والمستشار الدولي في التنمية والمجتمع. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بروفيسور عبد الغفار. شكرا جزيلا الأخ محمد القاسم. بروفيسور عبد الغفار، في الحلقة الماضية تحدثت عن مركز البحوث والدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم، والذي تم ترفيعه إلى معهد مستقل عن كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. وهنالك العديد من المعاهد ومراكز البحوث الاجتماعية في الجامعات العالمية مثل الـ IIS في الهيك، ومعهد السلام الأمريكي، ومعهد ماكس بلانكس الألماني. ما هي أهمية هذه المؤسسات تجاه السياسات في بلدانها، وكيف تنظر إليها في السودان؟ جميل جدا والله. شوف، هي المراكز دي والمعاهد بتقدم خدمات جليلة جدا جدا لدولها اللي موجودة فيها، إذا كانت الـ ISS في الهاي، أو إذا كان مركز البحوث الأمريكي أو خلافه. دي بتجمع بعض المعلومات بتوفرها للإنسان الغارئ العام وللمخطط في كل البلدان دي. ده بالإضافة إلى حاجة تانية، إنها هي بتأدي بعض الأعمال بالنسبة للأقطار الأخرى اللي بتعرف بها الإنسان العادي اللي موجود، والمخطط والشخص الرئيسي في البلدان اللي موجودة هي فيها. طبعا إلى حد كبير هي بتقدم الدراسات دي تفصيلية، بتخليها متوفرة في بالنسبة للباحثين اللي موجودين فيها، وبالنسبة للمسؤولين في المراكز المختلفة. ثم برضها بعد الدراسات دي بتصل في العالم الثالث، وبيقدر يستفيد منها المخطط والمنفذ في هذه الأقطار. فيعني الأعمال بتاعتها فعلا هي حاجة كبيرة جدا جدا، بتكون دليل خاصة بالنسبة في البلدان دي، بالنسبة لوزارات الخارجية بتقدم فيها أعمال كبيرة جدا جدا ومهمة في هذا المطار. بروفيسور عبد الغفار، المعاهد والمراكز اللي أشرت إليها دي كثيرا ما تتلقى تمويل لإجراء البحوث والدراسات، لدرجة اتهامها بالعمل لصالح تلك الجهات الممولة، خاصة في حكومات العالم الثالث. إلى أي مدى تتأثر موضوعية الدراسات والبحوث بضغوط ممولة تلك المؤسسات؟ والله شوف، الاتهام ده فيه نوع من التعميم الكبير جدا جدا، وفيه نوع من التعميم المخل، لأن فعلا أنت الإنسان اللي بيقدم لك أي نوع من الدعم ده وعايز في مقابله بعض المعلومات، عايز معلومات تفيده هو في اتخاذ القرار بتاعه، لكن ما بيفرض عليك أي نوع من التوجه الخاص في العمل بتاعك أنت. أنا بفتكر معظم الباحثين اللي موجودين في هذه المراكز باحثين لهم المقدرة في أنهم يميزوا بين ما هو مطلوب منهم وما هو عليهم أن يقدموه في هذه العمليات البحثية اللي بيقوموا بها. فأنا بفتكر يعني صح، ما في زول بيقدم لك أي نوع من الدعم مجانا كده ساكت، لكن عايز يستفيد منه أنت كيف تضمن أنك أنت بتقدم حاجة بالنسبة لك يعني مغنعة، وبالنسبة له هو الإنسان اللي عايز يستفيد منها مغنعة، وبالنسبة للإنسان الآخر اللي مقدمة حول الدراسة دي كيف هو يستفيد منها. فالفائدة لها جوانب مختلفة ممكن الناس يستعينوا بها.
لكن هذه المراكز والمعاهد البحثية هل تتمتع بالشفافية والوضوح الكافي اللي يخليها تحمي نفسها من تهديد أو اتهام الحكومات لها؟ والله شوف بعض المراكز دي أنا بفتكر إنها واضحة جدا جدا وعندها شفافية كبيرة جدا جدا في تقديمها للأشياء اللي بتقوم بدراستها. بعض منها قد يكون والله أعلم في أنه هو قد يكون بينحاز إلى حد كبير لسياسة الدولة اللي موجود فيها، عشان كده بيقدم بعض المعلومات اللي ممكن أنت تقول والله دي بتمثل إلى حد كبير رأي الدولة دي في نوعية التطور والتقدم والتنمية اللي أنت عايزها في البلدان العالم الثالث، دي موجودة. لكن برضو أنت بتحاكم الناس بأنهم هم هل عندهم الشفافية الكاملة في أنهم يوضحوا بالنسبة للبلدان دي في أنها هي فعلا قد تتأثر بهذه العمليات أم لا؟ ده أنا بفتكر الشفافية موجودة والشفافية إلى حد ما كبيرة جدا جدا، لكن برضو بعض المراكز دي والمعاهد قد تكون مربوطة بالسياسات اللي موجودة في الدولة اللي هي موجودة فيها. نعم، هناك اتهام أيضا أنه نسبة مغدرة من التمويل تسحب للباحثين أو مجري الدراسات نفسهم. والله شوف أنت بالنسبة للباحث والإنسان اللي بيقدم الدراسة دي بيكون عنده نوع من الميزانية أنه يقدمها، والميزانية دي بتكون واضحة وشفافة. صح أنه بعض الأشياء بتاعته بيقدر الوقت بتاعه اللي حينفذه في العملية دي وبيحتاج لي كم من السفريات، بيحتاج لي كم من الناس اللي يوظفهم في جمع المعلومات اللي بيكتب بها التقرير بتاعه أو يكتب بها الدراسة بتاعته. كل الأشياء دي موجودة واضحة. أنا بفتكر أنه أي نوع من اتهام لي أنه الباحث قد يستفيد فائدة كبيرة جدا جدا من هذه المعلومات أو من هذه العملية، أنا بفتكر دي إلى حد ما فيها نوع من الحكم الجائر على الإنسان نفسه في هذه العملية. بروس عبد الغفار، محمد أحمد، نواصل ما انقطع من الحديث بشأن التنمية. وكانت هناك مؤسسة التنمية السودانية وهيئة توفير المياه والتنمية الريفية، وأسهمت هذه المؤسسات بصورة كبيرة في إجراء الدراسات والبحوث وخدمات التنمية الريفية، ولكنها تراجعت إن لم تكن قد حلت أو ذابت. كيف تنظر إلى تنظيم عملية التنمية أو تنظيم التنمية؟ وهل كان يمكن أن تحول هذه المؤسسات والهيئات إلى جهات استشارية للحكومة الاتحادية لتقدم النصح والتوجيه والإرشاد؟ أنا بفتكر يعني أنت هبشت موضوع مهم جدا جدا، وأعتقد أنه نحن عندنا بعض المؤسسات اللي قامت عبر تاريخ التطور بتاع السودان، وبفتكر أنها أدت أعمال جليلة جدا جدا. يعني إذا أخذت مؤسسة زي توفير المياه والتنمية الريفية، أنا أفتكر كل النشاط اللي تم في حصاد المياه تم بواسطة هذه المؤسسة، لكن المؤسسة دي للأسف الشديد ذابت زي ما أنت قلت، ذابت في بعض المؤسسات. مؤسسة التنمية نفسها أنا أفتكر كان بتحتاج إلى وضوح في عملية التنمية ذاتها وماذا يعنى بها وماذا نريد أن نحقق في الآخر. يعني الاستراتيجيات اللي بنطرحها كلها استراتيجيات بتجي بشكل فردي إلى حد ما، فما كانت في مؤسسة كاملة عشان ترتب الأشياء دي بصورة دقيقة وتوصلها لمرحلها. ده بالإضافة إلى التزويد بتاع الأشياء دي، كل يوم نحن عندنا وجه آخر بنقدمه في عملية التنمية دي قد لا يكون يعني إلى حد ما موافق لما نريد أن نصل إليه في نهاية الأمر. فدي أنا بفتكر فيها نوع من التردد بعض الشيء، وفيها نوع من التزويب لمؤسسات كان يمكن أن تكون فعلا مفيدة ومستمرة إلى مدى كبير. نعم، بروفيسور عبد الغفار، وأنت كنت مدير لمركز البحوث في الدراسات المائية بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الخرطوم،
وكان المركز نشط جدا في مجال البحوث خاصة في فترة السبعينات والثمانينات، وأنت نشرت عدة بحوث في المركز بتاع الدراسات المائية، وأذكر منها دراسة عن استنزاف المراكز الحضرية الصغرى حالة الردوم وكنجر، أفتكر في بحر غزال، وكانت أظنها كراسة باللغة الإنجليزية زي exploitation of small urban centers كونجر عن الردوم كيسز. حدثنا عن هذه الظاهرة والتي تنطبق على مدن مثلا رهد، مروابة، الغبشة، تندلتي، والتي ازدهرت بسبب المحاصيل الزراعية وتحول رأس المال منها إلى العاصمة القومية للتمويل الاستثمار والعقاري والصناعي إلى آخره. شكرا جزيلا. أنا أشوف بالنسبة للورقة اللي كتبتها كانت هي مقارنة بين كونغر في عالي النيل والردوم في جنوب دارفور. العملية دي في تقديري أنه أنت عندك مجتمع ريفي وعندك مجتمع حضري، لكن لازم يكون في رابط بينهم لأنه الاثنين متداخلين مع بعض، والمجتمع الحضري لا يمكن أن يستمر ويقدم النشاط بتاعه ما لم يكن هناك مجتمع بدوي يسنده إلى حد ما. وبدوي أنا ما بقصد بها بس الرعاة، ولكن أيضا أصحاب القرى الصغيرة اللي بينتجوا إنتاج مهم جدا جدا في العملية دي. لكن غرة كبيرة زي الردوم وغرة كبيرة زي كونغر هي بتستقبل المجموعات اللي عندنا فائض عمالة، عندنا ناس بيولدوا في المناطق دي، والناس اللي بيولدوا في المناطق دي ما بتكفيهم عملية ما بيكفيهم عملية النشاط اللي بيدور في في مناطقهم، فلازم الفائض بتاع العمالة ده يمشي ويتجه إلى محلات أخرى. بيمشي أول حاجة بيصل وين؟ أول حاجة بيصل فيها إلى الغرة الكبرى دي، الغرة دي لأنها بتقدم خدمات، لأنه فيها نوع من العمل. بعد كده حتى يطلع المرحلة الثانية يصل لمناطق إما العمل في المناطق الريفية الموجودة داخل السودان أو في المدن الكبرى. فده الردوم وكونغر كانوا فعلا إلى حد ما هما الموصل بين المجتمع الحضري والمجتمع الريفي، وبيساعدوا في استيعاب العمالة دي وبيقيفوا كواحد من الجوانب الإيجابية في عملهم في أنهم يوصلوا العمالة دي. لكن برضو في جوانب سلبية في هذا الإطار. نعم. وفي الإطار ده نحن بنفتكر أنه يعني هذه المناطق برضها إلى حد ما بتستغل المناطق الريفية، على الأقل كانت في زمان موجودة عملية بتاعت استغلال كبير جدا جدا للمناطق الحضرية اللي للمناطق الريفية اللي هي بتعيش فيها، لأنه معظم الأشياء كانت بتنتج ومعظم الناس كانوا بيغنوا التجار خاصة اللي بيزرعوا في المناطق دي، التجار اللي بيشتغلوا في توصيل بعض البضائع للمناطق دي كانوا بيجنوا أرباح كبيرة جدا جدا. لكن الأرباح دي بدل يخلوها في نفس الغرة دي ويستفيدوا منها بينقلوها إلى المدن وإلى قطاع آخر من الاقتصاد بتاعهم، فدي إلى حد ما عنصر سلبي فيها. وبعتقد إنها هي كانت بتأثر كثير جدا جدا على عملية التنمية في المناطق اللي نحن بنتكلم عنها دي. ودي بفتكر واحدة من الأشياء اللي ممكن يكون حصل فيها نوع من التغيير دلوقتي، لأن حتى الغرة دي ما عادت هي اللي بتشكل الخدمات الرئيسية في المناطق بتاعتها، كل الخدمات انتقلت إلى المناطق الحضرية الكبيرة إلى المدن إذا أردت أن تسميها كذلك. بروس عبد الغفار، ممكن الآن عندنا شبكة من طرق المواصلات الإسفلت في غرب السودان، طريق الآن إلى الفاشر وطريق شريان الشمال والطرق الأخرى، إلى أي مدى هذه الطرق ممكن تكون هي محاور للتنمية، خاصة الطرق الجديدة اللي أصبحت تنعش بعض القرى الصغيرة أو المدن الصغيرة، كيف تنظر إليها كمحور تنموي؟ والله شوف، الطرق دي أنا بفتكر إنها واحدة من الحاجات المهمة خالص خالص في عملية التنمية كلها، لأنه الإنتاج بتاعك
بينتج في المناطق الريفية دي بكثرة جدا جدا، لكن بيحجز في انك انت توصله للمناطق الحضرية بالصورة بتاعته الكاملة واللي ممكن يتم فيها نوع من الانجاز. دي واحدة من الحاجات الرئيسية اللي ممكن يقوم بها الطرق دي. انا اديك مثالين. قبل يمكن اكثر من شهر وشوية مشيت على جنوب الفنج. جنوب الفنج ده بينتج أشياء كثيرة جدا جدا، جنوب الدمازين بتنتج أشياء كثيرة جدا جدا خاصة في الخضر والفواكه وأشياء والأسماك، لكن الطريق من ود النيل إلى الدمازين ده بياخد معاك فرصة كبيرة جدا جدا في إنك تقطعه، لأنه فعلا سيء جدا جدا. دي بفتكر إذا كان أنت قدرت تنظمه وتسويه بطريقة معقولة ممكن أنت توصل كل المنتجات بتاعة جنوب الفنج دي عشان تدخلها إلى المدن السودانية الكبيرة اللي بتحتاجها. ده مثال واحد. المثال الثاني الشارع الغربي في على النيل من شندي وماشي شمالا لكن بغرب النيل، دخلت فيه قبل أسبوع والله شوية، بفتكر إنه جميل جدا جدا وممكن يؤدي غرضه، لكن لا يمكن أن يؤدي الغرض بتاعه الخاص في عملية التنمية وفي ترفيع المنطقة نفسها ما لم تجذب الغرة إلى جانبه. هو داخل في المناطق الصحراوية وبعيد عن الغرة. صاح بعض الغرة وضعت لافتات عشان تأشر لك إنها هي تمشي وين وتوصل لها، تصل للغرية دي بتمحل. لكن أنا بفتكر إنك أنت دلوقتي بتحتاج إلى إنك تنقل هذه الغرة أو على الأقل تنقل نوع من التمثيل لها على الطريق حتى يتمكن من ترفيع هذه الغرة وينميها بصورة كاملة. عموماً العملية بتاعت الطرق وأثرها على عملية التنمية دي واحدة من الحاجات الأساسية اللي ممكن نحن نتطرق لها بصورة معقولة جدا جدا، وأنا بفتكر يمكن أن يتم فيها نوع من ترقية الأداء في المناطق المختلفة دي. بروفيسور عبد الغفار محمود أحمد، ما زال القطاع التقليدي بشقيه الزراعي والرعوي يقود النشاط الاقتصادي، والاثنين يتشاركان في الموارد الرعي والمياه ويحدث بينهما تكامل وتعارض مصالح بسبب التكالب على هذه الموارد مما يهدد السلام الاجتماعي للمجتمع الزراعي والرعوي خاصة في مناطق الزراعة الآلية مثلا في البطانة. وسبق أيضا أنك أنت برضك نشرت بحث في ذات السلسلة التي أشرنا إليها بتاعت المونوغراف سيريز، أن تكلمت عن النومادي كومبيتيشن إن ذا سازن فونج إيريا أو التنافس البدوي أو الرعوي في منطقة جنوب الفونج. كيف تنظر إلى هذه الأوضاع الآن؟ المناطق الرعوية والمناطق الزراعية في الأقاليم كلها بتؤدي إلى نوع من التكامل والإنتاج في مناطق دي، و التكامل بتاع الرعاة مع الزراعيين هو اللي بيقودك إلى نوعية من الإنتاج المتكامل اللي ممكن تستفيد منه البلد كلها. صحيح أنه في تعارض بين الحياة بين المجموعات دي، والتعارض ناتج أساسا من أنها هي في نوع من التنافس على الموارد الطبيعية اللي موجودة إذا كانت ماء أو إذا كانت أرض. الرعاة بينظروا لها من ناحية والمزارعين بينظروا لها من ناحية ثانية، ودي العملية بتاعت التكامل بين الاثنين فيها نوع من التنافس، فيها نوع من الانتشار لواحدة منهم على عكس الانتشار الثانية. يعني في مناطق الفونج أنا زي ما ذكرت في الأوراق اللي قدمتها بفتكر إنه في نوع من اللاند جرابينج، في نوع من الاستيلاء على الأرض والتواريخ بتاعتها في الاستيلاء دي. ده الاستيلاء على الأرض دي بيؤدي إلى نوع من التنافس الحار، لأنه الأراضي دي ما عادت حتى تمشي للغورة نفسها وما عادت تمشي للمزارعين، وإنما جاها مستثمر من خارج المنطقة بيفترض إنه يمكن أن يستفيد من هذه العملية. فدي العملية نفسها نوع من التنافس اللي حاصل في المنطقة دي، ليس فقط بين المجموعات الرعوية والمجموعات الزراعية، إنما دخل عنصر ثالث
هو المستفيد الرئيسي من عملية التنافس الموجودة دي، وخلى النوع من التكامل بين الاثنين ديل يحصل فيه نوع من الاختلال. نعم. مستمر فاضل، فاصل قصير ثم نعود. 93.3 صوت الجامعة. مستمر فاضل، عدنا بعد الفاصل لمواصلة الحديث مع البروفيسور عبد الغفار محمد أحمد، أستاذ علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية والخبير الدولي في التنمية والمجتمع. يمكن المجموعات في الريف بتشكل مجموعات ضغط مثل زعماء القبائل والزعماء الدينيين والتجار، وبينهم يعني مصالح مشتركة خاصة في خارج المدن الكبيرة، وبتحرص على مصالحها وتتواطأ أو تتعاون مع بعض، وربما تشكل هذه طبقات اجتماعية. وسبق أيضا أنك يعني شخصيا نشرت بحثا أيضا بعنوان Traditional Elites as Bases of Social Stratification in Sudan. ماذا يحدث في ذلك المجتمع التقليدي الآن خاصة مع وجود مجموعة أخرى وظهور الأحزاب السياسية كجهات منافسة للتحالف التقليدي اللي أشرنا إليه بين التجار ورجال الدين وزعماء القبائل؟ التعارض بتاع المصالح في المناطق دي بيحتاج، في المناطق الريفية بالذات، بيحتاج إلى نوع من النوع من يمكن تسميه ضغوط بتاعت مصالح بتاعت مجموعات كثيرة جدا جدا مترتب عليها. الإدارة الأهلية مثلا كانت في لحد كبير هي العنصر الرئيسي في عملية التطور دي، ثم كان في رجال الدين، والمجموعات دي كانت فعلا بتقدم نوع من الخدمات بالنسبة للمجتمعات اللي هي فيها، ثم بالإضافة إلى ذلك كانت هي فعلا اللي بتحل كل المشاكل اللي موجودة في المناطق دي. دخلت عليها الأحزاب واستحاولت تستغل موقفة دي، وحاولت تستغل إلى أي مدى يمكن أن تجد مدخل للمجموعات المختلفة من خلال هذه المصالح اللي كانت بتتطرق لها هذه المجموعات. صح، في طبقة مميزة اللي هي عادة القيادات التقليدية اللي موجودة في المناطق دي، وهذه القيادات التقليدية هذه القيادات التقليدية اللي موجودة في المناطق دي هي في إلى مدى كبير قدرت إلى حد ما توجه نوع من السير للمنطقة دي، وتوجه نوع من الصراع اللي ممكن يكون في المنطقة دي، وتخلق طبقة معينة، طبقة مميزة بالنسبة للمجتمع اللي هي عايشة فيه. دي إلى حد كبير يعني قد تكون الأحزاب السياسية حاولت إلى حد ما تستقطب هذه العملية وتستفيد منها وتخلق نوع من التابعين لها في المناطق دي، لكن إلى حد كبير أنا بفتكر أنه هي لسه العملية دي لم تكتمل بالصورة بتاعتها الكافية، لم تكتمل بالصورة بتاعتها اللي ممكن أنت تشير لها بأنها فعلا طبقات محتملة. صح، في نوع من الاستراتيفيكيشن، في نوع من يسموه شنو الاستراتيفيكيشن اللي هو نوع من التراتب الاجتماعي اللي حصل في المناطق دي، ويمكن التراتب الاجتماعي ده ممكن انت تنظر له على اساس انه نوع من الشبكات الاجتماعية اللي كانت بتتم فيها هذه العملية، لكن هذا التراتب الاجتماعي لسه بيحتاج الى كثير من العمل في المجال بتاعه، بيحتاج من الأحزاب إذا كانت هي أحزاب قومية بيحتاج منها إنها هي فعلا تنظر إلى هذه العملية بصورة متكاملة وتقدر تستفيد منها. صح، هي دلوقتي أنت عندك المجموعات الدينية، المجموعات التقليدية اللي كانت موجودة من صوفية وخلافه، ممكن هي لها دور كبير جدا جدا في عملية خلق التراتب ده، لكن ده لا يعني انك انت فعلا قدرت تعمل عليها كنترول بصورة كاملة او تنسيق بصورة كاملة. نعم. بروفيسور عبد الغفار احمد،
حظي المجتمع السوداني بدراسات علمية اجتماعية لطروحات درجة الدكتوراه في علم الاجتماع وفي الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ونذكر منها طلال أسد ودرس قبيلة الكبابيش، وكنس ودرس قبيلة الحمر أو الحمر بقار الحمر، ولويس افتكر درس قبيلة الفور، وأحمد الشاهي درس قبيلة الشاقية، وإيفانس بريتشارد درس قبيلة النوير. إلى أي مدى تم تغطية دراسة المجتمعات السودانية خاصة وتطاول الزمن من إجراء هذه الدراسات؟ الدراسات اللي أنت ذكرتها هذه كلها تمت في ظروف معينة، يعني يمكن أنت تقول معظمها تم في الظروف ما بعد الاستغلال مباشرة، إذا كان طلال أسد، إذا كان كانسون، إذا كان لويس هيل. طلال قدم بعض الدراسات عن الكبابيش، وفعلا كانت دراسة معقولة جدا جدا، حاول يطبق فيها نوع من النظريات، وحاول ينظر فيها إلى أي مدى كان يمكن أن تستغل عملية الغبيلة دي بالنسبة للمستعمر، وكيف استفاد منها في العملية دي، وإلى أي مدى الكبابيش نفسهم ساعدوا في هذه العملية. ثم كانسون كان من زمن الاستعمار، يعني هو أول حاجة قبل ما يجي الجامعة دي سنة 1952 ابتدى دراساته عن البقارة، وعاش معهم خاصة مع المسيرية في مناطق المختلفة، بيتذكر حتى أيامه اللي كان مع بابو نمر والمجموعات المختلفة والعموديات اللي دخل فيها. العمدة حرقاس كان موجود معه في بعض المناطق دي أدتنا على الأقل صورة لكيف تدار هذه المجموعات. كان لويس هيل درس في المنطقة بتاعت الخيران، وفي منطقة خاصة فيهم سعدون وفي دار حامد، دي دراسات معقولة لأول مرة. طبعا كانت في دراسة على المناطق النيلية اللي هي قدمها أحمد الشاهي في دراسته للشاقية. أما طبعا كلها بترجع برضو للدراسات اللي قدمها إيفانس بريتشارد. كل الدراسات دي أدتنا على الأقل فرشة كاملة عن المجتمع السوداني، وكيف يمكن أن ننظر إليه، وما هي المناطق الرئيسية اللي ممكن نحن نستغلها في تطوير هذا المجتمع. دي واحدة من الحاجات الأساسية، ودي أنا بفتكر واحدة من الحاجات اللي حسع نحن بنحاول نعملها في كل الدراسات اللي موجودة في قسم الاجتماع عندنا في جامعة الخرطوم، أو في حتى في الجامعات الأخرى، بتحاول تطرح بعض القضايا اللي بتواجهنا من ناحية اجتماعية في أشكال الحياة اليومية، في إشكالات الحياة اليومية، وكيف ممكن نحلها. ودي أنا بفتكر واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا، وأنا بفتكر معظم الطلاب بتاعنا، حتى لو مشيت أنت لكلية الدراسات العليا في جامعة الخرطوم وحاولت تنظر في نوعية الدراسات اللي بتقدم حاليا في جوانب الاجتماعية دي، بتجد أنه فعلا كانت فيها نوع من الدراسات المتكاملة اللي ممكن يستفيد منها المخطط، واللي ممكن يستفيد منها كل مسؤول في الدولة في عملية التنمية بالصورة الكاملة اللي نحن بننظر لها. دراسات دي كانت تمول من وين؟ معظم هذه الدراسات كانت تمول من جهات يمكن أنت ممكن تسميها خارجية، ممكن إلى حد ما، يعني منظمة فورد فاونديشن كانت إلى حد كبير بتساعد في عملية الدراسات دي. الحكومة نفسها، يعني الحكومة الاستعمارية هي اللي كانت بترسل مجموعات زي إيفانس بريتشارد وخلافه لجنوب السودان عشان يقوموا بها لدراسات معينة لبعض المجموعات، لأنها دائرة تفهم إلى أي مدى هذه المجموعات بتتعامل مع بعضها البعض. الحكومات بتقدم، الجامعة بتقدم بعض الدراسات دي، كانت الجامعة برضو بتغطيها إلى حد كبير، لكن الجامعة كانت برضو بتستفيد من علاقات الخارجية مع المنظمات المختلفة عشان تدعم لها نوع من الدراسات اللي بتقدم في هذه المسألة. وكان أكثر يمكن سند وجدناه كان من منظمة فورد فاونديشن في هذه العملية، خاصة في جانب قسم علم الاجتماع.
ثم جاءت بعد ذلك بعض المجموعات في الدول الإسكندنافية لأنها سندت هذه الدراسات بصورة أخرى. نعم. هل هناك اهتمام من الباحثين أو الدارسين بدراسة هذه المجتمعات بذات الحماس الذي كان موجود بغض النظر عن التمويل؟ والله أنا بفتكر لي دلوقتي في حماس كبير جدا جدا بالنسبة للمجموعات في الدراسات دي، وخاصة في المناطق بتاعت الإنتاج في المناطق الريفية. أنا بفتكر معظم الناس اللي بيقدموا دراسات بيشوفوا نوعية المشاكل اللي بتواجهنا يوميا هنا، المشاكل بتاعت الهجرة، مشاكل الجفاف والتصحر والأشياء دي كلها الناس بيقدموا فيها دراسات تفصيلية بصورة أخرى. بروفيسور عبد الغفار، ممكن نرجع شوية للفترة ما قبل فترة الاستقلال أو فترة الاستعمار، حينما أشرت إلى طلال أسد وكنسون ولويس وأحمد الشاهي وإيفان سبريتشل. ممكن نرجع شوية إلى ما قبل ذلك، أنه هنالك تقارير الرحالة والمستكشفين وشكلت المعلومات التي يعني قدموها بنى عليها الاستعمار في غزو للبلدان بواسطة القوى الأوروبية. إلى أي مدى أسهمت هذه الكتابات والدراسات في كبدايات للدراسات الاجتماعية؟ المجموعات بتاعت الرحالة قدمت بعض الدراسات التفصيلية للمجتمع في ذلك الزمان، يعني إذا كنت أخذت بروس، إذا كنت أخذت خلافه من المجموعات بتاعت الرحالة اللي كتبت عن السودان، الوصف بتاع شندي والسوق بتاع بربر والسوق بتاع، وهذه الأشياء كلها كانت بتطرح لنا على الأقل في ذلك الزمان كانت بعض المجموعات دي عايشة بياتو صورة من الصور. إلى أي مدى أثر هذا التطور بتاعها في الوقت ذاك على ما نراه الآن حادث؟ يعني المهم، الحاجة المفيدة في كل الدراسات اللي قدمت دي إنها كانت فعلا بتطرح بعض المواضيع، بتوصف بعض الحياة. الباحث الآن ابتدى يستفيد من هذه المعلومات في إنه يأصلها ويصل فيها إلى نوع من المؤشرات اللي ممكن تقوده لعملية التطور اللي تمت في المجتمعات دي، وكيف تمت هذه العملية التطورية بصورة كبيرة جدا جدا، وإلى أي مدى يمكن أن يقترح هو حتى في عملية التطور والتنمية في الأغاليم المختلفة دي، إلى أي مدى ممكن هو يقترح بعض الأشياء اللي ممكن تقود إلى نوع من التقدم في العملية بتاعت التنمية في المناطق الحضرية دي. أنا الرحالة دي بفتكر إنهم هم فعلا كانوا إلى مدى كبير مؤثرين خالص خالص في عملية التطور في مناطقهم دي. وصفهم للحياة في ذلك الزمان كان إلى مدى كبير بيدينا لمعرفة وإلمام بالتطور اللي بيحصل في الوقت ذاك، وبيودينا إلى النظرة البعيدة للمستقبل، الرؤية في إنه ممكن يكون المستقبل شكله كيف. أيه. بروفيسور عبد الغفار وحد أحمد، يمكن برضو إذا توقعنا قليلا في التاريخ نجد كتابات ابن بطوطة، ونجد كتابات المقريزي وابن حوقل وابن خلدون، وكلهم يعني مؤرخين وجغرافيين وعلماء اجتماع زاروا السودان في مرحلة من المراحل وكتبوا كتاباتهم، رغم أنها هي كتابات عمومية إلى جانب كتاب نعوم شقير جغرافيا وتاريخ السودان وسيف النار لسلاطين باشا. إلى أي مدى شكلت هذه الكتابات يعني دعم لكم في الدراسات الاجتماعية الحديثة؟ إلى حد كبير أنا بفتكر دي كانت لها دور كبير. يعني ابن خلدون مثلا إذا أخذته، ده كان صحيح العملية بتاعته كانت نوع من العمومية في طرحه للقضايا، لكن أدى مؤشرات لأنه علم الاجتماع ده ممكن يكون له
دور في المجتمعات ودور ذي ممكن يتم بيات نوع من الشكل. يعني كان بيتكلم عن التاريخ الدائري وكيف إنه الناس بتنتقل, إنه المناطق البدوية هي أساس المناطق الحضرية اللي بتقوم ديها, ولا يمكن أن يتم مجتمع حضري بدون مجتمع بدوي في الصورة ديها. إذا كان ديها هي الأشياء اللي ممكن أنت تطرحها في قضايا بهذه الصورة, بتجي يعني أنت عندك برضو نوع من تقدر تسميها فرشة, لأنك أنت تمشي تستفيد منها وتطرح بعض القضايا اللي ممكن تلقاها بالصورة دي. نعوم شغير طرح قضايا كبيرة جدا جدا, ادانا تلخيص عام, جمع معلومات من كل المعلومة من كل الجهات المختلفة اللي ممكن يطرحها. إذا كنا دايرين نفهم المهدية لازم نرجع للسيف والنار ولسلاطين وقال فيه شنو. دي واحدة من الحاجات الرئيسية اللي ممكن أنت إذا كان أي نوع من الفهم للمجموعات دي بيضطرك أنك أنت تمشي للكتابات القديمة في المجتمعات دي وتشوف إلى أي مدى أثرت في العملية دي وتشوف إلى أي مدى يمكن أن تستفيد منها في عملية فهمك لعملية التطور في المجتمعات المختلفة اللي أنت بتناقشها دي. بروفيسور عبد الغفار محمود أحمد, إذا خرجنا للدراسات الأنثروبولوجية المقارنة خارج السودان بنجد أنه الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية بيكرهوا علماء الأنثروبولوجيا وبيكرهوا المبشرين المسيحيين وبيكرهوا الجنود الأمريكان, خاصة وقد أجريت لهم الكثير من الدراسات الأنثروبولوجية للقبائل الهندية السكان الأصليين في أمريكا. إلى أي مدى أسهمت هذه الدراسات في تعزيز وحكم إدارة المستعمرات؟ نحن قبل شوية تكلمنا عن طلال أسد وقلنا والله طرح بعض الأفكار في العملية بتاعت نظرته للكبابيش وكيف إن القبيلة كانت فعلا هي واحدة من الأشياء اللي استفادوا منها تاريخيا المجموعات اللي يمكن أن تسميها صفوية, المجموعات اللي كانت مسؤولة من عملية الغيادة بتاعت المجموعات دي وأثرت على الأساس دي في أنها هي تفرض نفسها كغيادة. نفس الحكاية استفاد منها الإنسان العادي قبل بأنه فعلا يكون يعني تحت الزعامات دي لأنهم المجموعات دي هي اللي وصلتهم للمناطق اللي بيحتلوها, لكن برضو الأنثروبولوجيين اللي جو بعدهم بما فيهم حتى ناس طلال وخلافه الديل شرحوا موقف القبيلة دي ودعموا الفكرة بتاعت انه فعلا يكون لهذه المجموعات السيطرة. دي واحدة من الحاجات, يعني القبيلة نفسها القبيلة خلقت خلقا بالنسبة للمستعمر في المنطقة دي واستفاد منها, استفاد لأنه كان عايز إدارة سريعة ورخيصة للمناطق الحضرية دي. لكن إذا رجعنا مثلا للهنود الحمر في أمريكا أو حتى المجموعات اللي استغلت في أفريقيا دي بتلقاهم هم فعلا كانوا ومحقين في أنهم يكرهوا الأنثروبولوجيين, يكرهوا المبشرين وخلافه, لأنهم كانوا بيفتكروا أنه خاصة بالنسبة للأنثروبولوجي إنها هي خادم للمستعمر, خادم للمستعمر, يعني بالإنجليزي بيسموها hand median of colonialism, لأنها كانت بتخدم المستعمر لأنها بتديك الفرصة بأنك تعرف المفاصل المجتمعات دي وين وممكن تستغلها إلى أي مدى. لو لاحظت في أفريقيا مثلا بتجد أنه في غانا وفي نيروبي في كينيا كل الجامعات اللي كانت موجودة وقتها في الخمسينيات والستينيات لم تدخل فيها الأنثروبولوجي, لأنه بالرغم من أنه مثلا راجل زي كينياتا أساسا كتب كتاب كامل
وكان هو بتاع أنثروبولوجي وكتب كتاب كامل فيسينج ماونت كينيا، مقابلة جبل كينيا. ده رفض إنه يخلي الأنثروبولوجيا تدخل لشعور بأنه فعلا الأنثروبولوجيا إلى حد ما كانت بتخدم الاستعمار في المسألة دي. فهنا بتساوي مع الهنود الحمر إلى مدى كبير جدا جدا في عملية فهمهم لدور الأنثروبولوجيا. هي أنا بفتكر إنه صح إنها كانت خدمت الاستعمار إلى مدى كبير، لكن في نفس الوقت نحن ممكن نستغل هذا العلم في الاستفادة من عمليتنا بتاعة التنمية. نفس المفاصل اللي استفاد منها المستعمر في أنه عمل نوع من الإدارة المحلية اللي ممكن يستفيد منها بالمناطق دي، نحن برضو ممكن فيما بعد الاستغلال، وكنا بنناقش على أساس ده، على أساس إنها هي فعلا يمكن أن تكون رئيسية. حتى في الجامعة دي هنا نحن بنفتكر إنه كانت إلى حد كبير كانوا في ناس بيفتكروا إنه الأنثروبولوجيا دي لا مكان لها، لكن بنفتكر إنه نحن جزء مننا كبير جدا جدا، وما زلنا بنعتقد إن نحن ممكن نقدم الكثير جدا جدا في مجال التنمية دي، ومستفيدين حتى من التجربة الاستعمارية في العملية دي. نعم. مستمعنا فاضل، فاصل قصير ثم نعود. 93.3 صوت الجامعة. مستمعنا فاضل، عدنا بعد الفاصل لمواصلة ما قطع من حديث مع البروفيسور عبد الغفار محمد أحمد، أستاذ علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم، والخبير الدولي في التنمية والمجتمع. بروفيسور عبد الغفار، هل تغيرت صورة الأنثروبولوجيا الآن لدى الناس، خاصة في وسط الأكاديميين أو وسط المثقفين الوطنيين إذا جازت العبارة؟ إلى حد ما أنا بفتكر أنها تغيرت صورة الأنثروبولوجيا، لأنها ابتدت تناقش قضايا مهمة. وبعدين نحن لما نتكلم عن الأنثروبولوجيا نتكلم عن النقاش بتاع القضايا المهمة في المجتمعات ككل، ودي أنا ما بفتكر أنها ممكن يقوم بها علم واحد. يعني أنت ما ممكن تناقش المسألة من ناحية اقتصادية ومن ناحية سياسية ومن ناحية أنثروبولوجية، أنت عايز تربط ديل مع بعض. العملية بتاعت التلاحم بتاع العلوم دي ومساعدة لبعضها البعض في فهم ما يدور في المجتمعات دي واحدة من الحاجات المهمة. عشان كده أنا بفتكر أنه إلى مدى كبير دلوقتي الأنثروبولوجي الذي لا يعرف التاريخ ولا يعرف الجغرافيا ولا يعرف حتى أثر هذه العمليات في النواحي الطبيعية اللي موجودة فيها من تصحر وجفاف وخلافه، ده ما ممكن يكون فعلا عنده فهم كامل للمجتمعات دي. المجتمعات دي لازم أنت تكون متوسع فيها، ولازم تكون موسوعي إلى حد ما في فهمك للأشياء دي. صح الجوانب الأدوات اللي بتستخدمها الأنثروبولوجيا، من كانت مقابلات، من كانت ملاحظة في الحياة بتاعة الناس الأشخاص الشخصين في بيسموها شنو، جروب ديسكشن، مناقشات مجموعات كبيرة بالصورة دي واحدة من الحاجات المهمة، لكن دي برضها لا تمنحي انك انت برضو يكون عندك علم كامل بما يمكن ان يدور في المجتمع في جوانب اخرى. نعم. بروس عبد الغفار محمد احمد، ما هو موقع الدراسات الانثروبولوجية التي تمت في السودان بالنسبة للجامعات الأوروبية، خاصة جامعات اسكندنافيا؟ والله شوف، هي الدراسات اللي تمت هنا وكانت بتعكس بالنسبة للمجموعات اللي موجودة في دي تأثرت بها كثير جدا جدا، وأنا بفتكر كل المجموعات اللي خارج السودان بتفتكر إنه المجموعات السودانية ممكن أن تقدم لك فهم متكامل للمجتمع بتاعها. صح
واحدة من الحاجات اللي بنعاني منها المعاناة في اللغة في إننا نوصل كيف، لكن عندنا المعلومات الكافية والدراسات الكافية اللي ممكن تؤثر إلى مدى كبير في فهم المجموعات المختلفة دي إذا كانت في اسكندنافيا أو إذا كانت في مناطق أخرى للمجتمع السوداني. وده أنا بفتكر واحدة من المهام الرئيسية اللي نحن بنقوم بها الآن. أي بروس عبد الغفار، ممكن نشر في مركز عبد الكريم مرغني ترجمة لكتاب حكايات كانتربري السودانية، وفيها كثير من القصص التي تحكي عن العلاقة بين زعماء هذه القبائل ومفتشي المراكز الإنجليز. حدثنا عن طبيعة العلاقة التي كانت بين السلطة الاستعمارية والسلطة المحلية، وإلى أي مدى تناغم الاثنين مع بعض. والله إلى حد ما كان في نوع من التناغم بين الاثنين مع بعضهم البعض، بالدرجة إنه المجموعات بتاعت المستعمرين اللي كانوا موجودين في المناطق دي كانوا بيحافظوا على علاقة بالمجتمعات السودانية اللي موجودين فيها، وبيحافظوا على علاقة بالقيادات اللي موجودة شخصيا في المناطق دي. يعني الرابطة الحريرية ممكن انت تسميها بين المفتش وبين الزعيم اللي موجود كانت فعلا لها أثر كبير جدا جدا في العملية بتاعت التناغم في النشاط بين الاثنين. وأنا بفتكر إلى مدى كبير يعني المجموعات الريفية والبدوية والحضارية اللي تمت دي كانت فعلا لها إلى مدى كبير نوع من التصور، لأنها هي ممكن تكون علاقتها بالمفتشين كيف، وممكن تشرح لهم كيف، تشرح للمستعمر كيف يتعامل مع المجموعات دي، لأن كان هدف الرئيسي إنها هي تعيش حياة نوع من التواصل بين وبين المجموعات اللي حاكمها بصورة دي. نعم بروفيسور عبد الغفار، محمد أحمد، يعني في فترة الحقبة الاستعمارية وخاصة بعد يعني ثورة 24 ممكن حصل تغيير في تركيبة الإداريين في السودان، خاصة الديستريكت كوميشنرز أو مفتشي المراكز، وأصبحوا يعني يتم استخدامهم في الخدمة السياسية لحكومة السودان من خريجي الجامعات البريطانية العريقة مثل كامبريدج وأكسفورد، وهم بتاع دراسات تاريخية واقتصاد وعلوم سياسية وأنثروبولوجيا وغيره، وبينتموا أيضا إلى أسر عريقة، وبعضهم كان عنده انتماءات فكرية لجمعيات فابية أو اشتراكية إلى آخره. كيف تنظر إلى يعني نمط الإداريين البريطانيين، وإلى أي مدى هم نفسهم يعني أسهموا في تأسيس الدراسات السودانية خاصة ماك مايكل وغيره؟ بالنسبة للمرحلة بتاعت الاستعمار الإنجليزي المصري في الآخر بعد سنة 1924 طلعت كل المجموعات المصرية اللي كانت نواب المآمير والإناي كانوا الدرجة الثانية من المستعمرين، وتركوا الاستعمار كله في أيدي المجموعات البريطانية. المجموعات البريطانية دي دخلتنا نحن في حاجة يمكن مختلفة عن المستعمرات الأخرى في 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 أفريقيا ولا في آسيا. نحن كنا كسودان تحت دائرة وزارة الخارجية أساسا، ما كنا جزء من عملية الكومنولث. دي واحدة من الحاجات الثانية. الحاجة الثانية إنه كل اللي كانوا موجودين من الإداريين كانوا من نخبة المتعلمين البريطانيين، كانوا خريجين أكسفورد، كانوا خريجين كامبريدج، كانوا من الجامعات الرئيسية اللي موجودة في إنجلترا، وجو ومارسوا العمل بتاعهم ده. الإدارة بتاعتهم دي كلها، السودان ده كله كان بيدار بألف وخمسمائة بريطاني بما فيهم يعني حتى المفتشين في المناطق الأخرى والإداريين بمختلف أشكالهم. دي كانت كلها فعلا لها مدى كبير. ثم الحاجة الثانية إنه معظم الناس اللي كانوا موجودين في الإدارة السودانية كانوا مجموعات إلى مدى كبير كانت متميزة في فهمها
ماذا تريد من هذا الإدارة؟ ماذا تريد من هذه الإدارة بالنسبة للغطرة اللي هي موجودة فيه؟ كانوا من أسر فعلا زي ما قلت أنت، كانوا من أسر لها إلى مدى كبير نوع من التعاطف مع الحياة السودانية. عشان كده يعني الكتاب بتاع كانتبري، حكاية كانتبري، بيتوضح إلى أي مدى كانوا فعلا تداخلوا في المجتمع، ترابطوا في المجتمع كله إلى حد كبير، كان عندهم احترام كبير جدا جدا للمجموعات السودانية ولفهمها للحياة، وكانوا إلى مدى كبير بيشاركوا فيها مشاركة فعلية في العملية بتاعت الحياة دي، ما بتجدها في ما قام به الإداريين في بعض البلدان الأخرى اللي كانت تحت الاستعمار. نعم. بس عبد الغفار، نعود قليلا إلى البدو والبداوة والرحل، وبيشغل ممكن قطاع البدو والرحل يعني قطاع مغدر في مساحة واسعة في غرب السودان وفي البطانة وعلى النيل الأبيض وغيره، ويشكل نمط حياة اجتماعية واقتصادية. وانت قمت بدراسة النظام السياسي لقبائل الرفاع الهوي على مستوى الماجستير والدكتوراه، ما هي التطورات التي شهدها هذا القطاع بعد تطور وسائل الاتصالات والمواصلات الحديثة والحروب الأهلية في بعض المناطق؟ إلى مدى كبير هذا القطاع ابتدى يتأثر تأثير كامل بالأشياء اللي بتدور حواليه، إذا كانت هي مسألة بتاعت استثمار للأراضي بصورة أو أخرى، أو كانت هي حروب، أو كان نوع من الصراع بين وبين المزارعين اللي استولوا على الأراضي في المناطق دي. واحدة من الحاجات الرئيسية اللي أنت ممكن تذكرها للمنطقة دي إنه عندك مورد في الأرض اللي هو مورد طبيعي اللي هو الأرض، ومورد طبيعي اللي هو الماء، وده في نوع من التنافس عليه. المجموعات الرعوية اللي موجودة دي نحن ما اديناها نوع من الاعتبار الكامل. لاحظ انه هذه المجموعات كانت وما زالت هي العصب الرئيسي في انتاج الثروة الحيوانية اللي نحن نعتمد عليها اعتماد كبير جدا جدا في تجارتنا الداخلية والخارجية. دي ما كانت مرتبة بالصورة المعقولة. أنا بفتكر واحدة من الحاجات اللي يمكن نحن أضرينا بها في المنطقة دي في أنه نحن أخذنا بعض الأراضي اللي كانت مستخدمة رئيسيا في الرعي، في حولناها لمناطق زراعية، ولكن حتى في المناطق الزراعية لم نستفيد منها الاستفادة الكاملة. بنحتاج إلى نوع من الخطط الاستراتيجية اللي ممكن تورينا إلى أي مدى يمكن هذا القطاع الرعوي أن يسهم في الاقتصاد السوداني، وإلى أي مدى ممكن القطاع الزراعي يسهم في الاقتصاد السوداني، وإلى أي مدى يمكن أن يتداخلوا مع بعضهم البعض عشان يدون إنتاج متكامل في المجتمع الريفي ككل. دي واحدة من الحاجات اللي كانت غير موجودة. بروس عبد الغفار، هنالك دعوات لاستقرار الرحل منذ عقود خلت لتقديم الخدمات لهم، خاصة التعليم والصحة، بل والدعوة إلى نظام تعليمي خاص بالرحل يستجيب لظروفهم ويضمن استمرار نمط حياتهم بشيء من التحديث مدارس الرحل وتجربة حسن نجيلة في دار الكوابيش. بل هناك مشاريع استقرار الرحل مثل مشروع جريح السرح في بادة الكواهلة في أم بادر. ما هو جديد في التعامل مع مجتمع البدو والرحل عموما؟ شوف، في واحدة من الحاجات الرئيسية انه استقرار الرحل، نحن ما افتكر انه عندنا النظرة الرومانسية في انه والله المجتمعات بتاعت الرحل دي حقها تستمر بشكلها الحالي، ولا عايزينها تستمر بالصورة دي، لكن كمان برضو لازم نفكر في انه هذه المناطق في شبه صحراوية، في سافنا، في سافنا غنية، كيف نحن ممكن كل واحدة من دي نفصل لها نوع من الاستراتيجية في التصور. دي بتخلينا نحن ننظر للقطاع الرعوي ده بالصورة المتكاملة اللي ممكن نطرح عليه. لكن برضو نحن برضو نشوف العملية بتاعت التعليم. يعني زمان كان في التعليم بتاع كانت في مدارس داخلية،
وكانوا نروح هذيل بيقدموا لهم بعض المدارس. نحن يمكن قرينا حسن نجيلة من بدري وعرفنا إنه وسط الكبابيش كان ممكن هو يقدم شنو، والمدرسة بتاعت المدرس الواحد اللي ممكن يترحل مع المجموعات الرعوية ده ما عاد موجود، ولا عادت حتى عملية التسغيف اللي كانت بتتم بواسطة السينما المتنقلة والمتحركة دي ممكن تتم، لكن ممكن يكون في نماذج أخرى. أول حاجة القطاع الرعوي ده ذاته ينظر إليه وينظر إلى عملية الاستقرار فيه، والاستقرار لا يمكن أن يكون إجباريا، لكن نحن لو هيأنا له الظروف وهيأنا الحيوان ذاته اللي عايزينه ويأتنوع عايزين من الحيوان ده المستخرج بتاعه شنو، الحاجة اللي ينتج لنا شنو، نحن نشوفه ونفكر في العملية دي. المجتمع الريفي دي فيه واحدة من الحاجات الرئيسية إنه قلنا قبل شوية قلنا والله ينتج بعض الأشياء اللي بيحتاج لها المجتمع الحضري، والمجتمع الحضري لا يمكن أن يستمر، لكن الأشياء دي ممكن تنتج بيات نوع. ودلوقتي إلى أي مدى ممكن نخضع هذا المجتمع الرعوي للعملية بتاعت العمليات الحديثة؟ إلى أي مدى الناس دلوقتي في المجتمعات دي ابتدوا هم يتحركوا ويعملوا بعض الاجتهادات الشخصية بتاعتهم، يعني وصلوا للمرحلة بتاعت إنه والله في مناطق ما موجودة فيها موية بيقوا يوصلوا الموية للحيوانات بتاعتهم بالتانكرز، وجدوا إنه الرحلة بتاعتهم السنوية كانت فيها وجج وبيمشوا يا تور يا بالإبل يمشوا في العملية دي. دلوقتي ابتدوا يشتروا عربيات ويتنقلوا بها وينقلوا بها البيوت بتاعتهم بصورة معقولة، ثم دخل التلفون والتلفون ده كان له أثر كبير جدا جدا في عملية الأسعار وضبطها بالنسبة للمناطق دي. ففي حاجات كثيرة جدا جدا لكن الواحد ما شايفه هي بصورة متكاملة موجودة في القطاع بتاع الاستراتيجيات اللي نحن بنفكر فيه. نحن دائما تفكيرنا في المناطق الحضرية ويمكن أن تستغل كيف، لكن القطاع الرعوي دي لا تعليم ولا صحة قاعدين نقدم فيه حاجات كافية بالصورة اللي نحن عايزينها. مستمعي الأفاضل، كنتم مع البروفيسور عبد الغفار محمد أحمد أستاذ علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، والخبير الدولي والمستشار في التنمية والمجتمع، وإلى اللقاء في الحلقة الرابعة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار، نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية، عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من إعداد وتقديم محمد القاسم محمد.